ترى تقول في ناس بالذات اللي بعمرك في يقولك انا ما انا عندي جوي وما ابي اسمع راي واحد اكبر مني. لا لا ابدا مستحيل. دائما باي خطوه سواء بختار اغنيه ابي اشارك بمسرحيه او ان افكر ان انا اسوي لي برنامج لازم يكون في نقاش عادي. اقعد ورشه انا عندي ربع معينه ربع معينين شلون قلت ربع معينين عادي إيه؟ فلازم استشيرهم يمكن يكونون هم وايد اخبر مني.